إذا خليني شوي، أنت مريت محطات كثير يمكن لفتت نظر مو بس عندنا في السلطنة حتى خارج السلطنة. صحيح. يمكن أبرزها الإعلان العالمي اللي سويته مع لاعب برشلونة ميسي. احكي لنا القصة. والله محبك ومحبيك صاروا كذا. يا أخوك أنا العريمي، أنا محب لنادي برشلونة. إيه ده. وميسي من زمان يا أخوك، ما أشوف الزمان كيف سواني. إيه ده. أول ألبس فانيلا وصار خلهم ميسي وميسي. إيه. فسبحان الله، يعني هذه نعم الله سبحانه وتعالى توفيق بالإعلان وليس للأشياء الثانية. نعم. الناس ما تطرقت لها. جاني اتصال من إحدى الشركات في عمان بالاشتراك لدولة أخرى خارج. نعم. عمان. محمد العريمي معانا إعلان للشركة اللي هو مصاحب لكأس العالم. ممتاز. فأنا بأمانة بكون معك واضح، أنا أول ما خبروني أفكر هاي اللي يسرقون فلوس مزحة. لا لا، هاي يتصلون فيك ويقول لك ما أعرف أنت رابح سيارة. ومعي ربيعي في السكن، قلت له أقول لك هاي بولي اسمع ميسي. قال لي ماشي من انت انت تعاد ميسي. يقول لي تعال شايفني. فتخيل لدرجه اني قلت لهم الجهه اللي اتصلت فيني، قلت لهم اتمنى ترسلوا لي ايميل رسمي يعني على اساس انه يكون شيء واضح. اي نعم. فرسلوا لي قالوا لي اريدك بعد اسبوع لازم تسافر. ايه. وانا يا اخوك ما عندي فيزا شنغن. ايه. كيف بدخلها اسبانيا؟ فكنت فترة جدا مرتبك هل بتطلع الفيزا كيف بس وبضبط أموري. وأنا كنت في أمريكا. أي نعم. والإعلان لازم أرجع عمان أحصل فيزا وبعد ذلك أسافر. أي نعم. وكذا. فتسهلت الأمور بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ورجعت عمان ضبطنا الفيزا وشل عليه وصلنا عاد هناك. كان التصوير في أحد أكبر الاستديوهات في أوروبا. نعم. فمن ضمن يعني أتذكر يعني من ضمن المواقف أن أول ما دخلت شلوني في غرفة. نعم. التكيت شيء جديد يعني. وشفت اسمي ناخ مكتوب خلاي صورتي ونظر ويسبرع. يا ناس قالوا الحين لازم ميسي يدخل يعني يسلم على الناس اللي بتكون معاه في الإعلان. اي نعم. وعدهم يعني نظام انه لازم هو يرتاح لك او هيئتك وكذا. احنا قلت على يا يغير رايه بعد استوي ثقيل عليه ولا شيء. اول ما دخل اقول لك انا ماشي ابوي بعتها العافيه تشوف عليه. وهو ما شاء الله عليه نحن التلفزيون خلاه صغير هناك ما شاء الله مكن ما شاء الله كبير. فيوم يسلم علي انا سلمت عليه وقلت له لا كيو وبعرف ايش اسوي. فالحمد لله رب العالمين بعد ذلك تمت الموافقه وتم التصوير والناتج كان جدا جميل. يعني انا كان منظوري مش لان محمد العريمي مع ميسي بحد انه يكون هذا الاعلان عالمي في هذه القنوات الكبيره. نعم. ومشاهده الناس من خارج عمان وشيء دولي. فوجود الزي العماني هذا صحيح. اتوقع انه يكون واجهه طيبه لبلدنا وحاجة ممكن الواحد يوم الأيام يسأل ليش هذاك لابس كذا. إيه نعم. يكتب هذا عمان، هذه سلطنة عمان. إيه نعم. وأشوف بعد ما شاء الله كاشخ أنت اليوم. لا 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 هذا ما نهاية التكتيك، هذا خضر على فكرة صلاة الله. الله 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 يسعدك يا محمد. أمين يا رب. على روحك الطيبة هذه اللي قاعد تنعكس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا نبغى نبهجك أكثر. كيف؟ عندنا فرقة بهجة صلالة بيقدمون لنا لوحة لفن البرعة. ما شاء الله. نبغاك تعيش معاها. وقالوا لي مصر أنت تبغى صوت برعة. أني؟ إيه خلنا نرحب بالفرقة وبعدين نشوف. بسم الله. نحيي فرقة بهجة الصلالة وتقديم لوحة لفن البرعة. حياكم الله يا شباب.